بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات رابعة متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء. أيضا في هذا الفيديو ما راح نجيب لكم تمرين، ما راح نجيب لكم فرض، موضوع فرض أو اختبار، ولكن راح نجيب لكم أغلى من ذلك، وهي النصيحة الذهبية، النصيحة اللي راح تنفعكم إن شاء الله كيف أحضر نفسي للاختبار والفرض. إذا شوفوا معايا، حبيت نعاونكم ونعاون خاصة الأولياء الكرام اللي نحييهم عبر قناتي، اللي راهم وراء الستار، اللي راهم يكافحوا من أجل نجاح أولادهم. صدقوني أنني أحترم كثيرا كثيرا الأولياء اللي يكونوا من هذا النوع، يهتموا بمستقبل أبنائهم. شوفوا معي أبنائي الأعزاء، أولياء الأعزاء، كيف نحضر التحضير الجيد للفرض أو الاختبار؟ وهذا التحضير الجيد والاختبار صدقوني أنه راح ينفعكم كثيرا كثيرا لتحضير شهادة البويا. دائما نفكر في المستقبل. إذا شوفوا معايا، أنا ما نحبش ندير يعني عدة مواضيع لكي ربما أعاود نفس التمرينات، ولكن صدقوني أنني عندما أختار موضوع، الموضوع ما راح تلقاوش في جميع الأماكن، لأنني من تحضيري يعني نجب التمرين من وأضيف له إضافات حسب الفروض، حسب أسئلة الفروض الأخرى. لذا أكتفي بموضوع أو موضوعين. الآن باش ننفعكم أكثر وأكثر، راح نوجهكم ونقول لكم أن لتحضير الفرض، بالنسبة لي مازال ما داروش الفرض تاع الفرض الأول أو الثاني، واللي مازال ما دارش الاختبار أو يحضر نفسه للاختبار، ما عليه إلا الاستماع واتباع النصيحة التالية. صدقوني أني ديروا ثقة فيا ولو لمرة واحدة، وراح تشوفوا العلامة تاعكم في مادة الفيزياء. شوفوا معايا، أنا سبقت عرضت عليكم موضوع، هذا الموضوع أنصحكم بمراجعته مرة أخرى. لماذا؟ شوفوا معايا، إذا قلت احنا نعرفوا أن في دروس الفصل الأول، واش قريتوا في دروس الفصل الأول؟ قريتوا على التكهرب، تفسير التكهرب، وكل ما يتعلق بالتكهرب. ثم بعد ذلك قريتوا التيار الكهربائي المتناوب والمستمر والأمن الكهربائي. إذا هذه هي دروس الفصل الأول. طبعا هذه الدروس جد جد مهمة، وراح تشوفوا أنها دائما تقريبا 90% تجي في شهادات التعليم البوية. ما عليكم للتحضير من الآن. شوفوا معي، إذا أنا في الموضوع الرائع اللي فرضته من قبل، أو اللي عرضته من قبل تاع الفرض الأول، شوفوا معي، كان هذا هو الموضوع. إذا اخترت التمرين الأول بعناية على التكهرب في حالتين، حالة الإيبونيت وحالة الزجاج، وفيه أسئلة أخرى. شوفوا معي، هذا هو الموضوع لمن يريد أن يعود إليه، موضوع جد جد رائع، ينفع للفرض وينفع للاختبار. طبعا راح أضع لكم روابط الفيديوهات في أسفل التعليقات إن شاء الله. هذا كان التمرين الأول على التكهرب. التمرين الثاني أيضا اخترته بعناية، شوفوا معي، كان تمرين ثاني على التيار الكهربائي المتناوب. طبعا جمعت معظم الأسئلة التي تطرح في الفرض والاختبار. ما عليكم إلا العودة إلى هذين التمرينين، راح تستفادوا منهم كثيرا كثيرا. ثم بعد ذلك، بعد هذا الفيديو، خممت، شفت بلي هناك أسئلة لم أتطرق إليها، وش درت؟ رحت جمعت 20 سؤال. شوفوا معايا، 20 سؤال أسئلة تجي في الفرض والاختبارات وشهادة التعليم المتوسط. تقريبا أسئلة هي جد جد رائعة، ممكن يجيكم منها سؤال سؤالين. هذه الأسئلة صدقوني أنها يعني يقينا أن إحدى هذه الأسئلة راح تكون تدخل في الفرض، تدخل في الاختبار، وأسئلة غير متداولة، غير متوقعة في الفرض والاختبار من طرف التلميذ. ربما تطرق إليها الأستاذ أو الأستاذة في الدرس شفوي فقط، ربما شفتوها في الدرس ولكن لم تنتبهوا إليها. لاحظوا معايا أنني درت 20 سؤال بالأجوبة النموذجية تاعها. شوفوا معايا كل هذه الأسئلة، أنا حبيت منكم أنكم تراجعوها. وكيف المراجعة؟ ما تكون شفوي، أرجوكم أوليائي الأعزاء، خاصة اللي عنده ابن أو ابنتها ما عندهاش ثقة بزاف في نفسها، أنصحوها كالتالي، أنصحوها أن تكتب لها أولا
لازم تمدي لابنك او ابنتك الوقت الكافي، ما تقوليش عندي مشاغل عندي، لا. إذا كنت حبيتي المستقبل تاعو ينجح، إذا ما عليك إن أن تتركي كل الأعمال المنزلية إلى فيما بعد، وتخصي له نصف ساعة ساعة تكتبي له التمرين على ورقة، تحطيه في مكان هادئ، المكتب نظيف، الأقلام، ثم يجيب على الورقة. صدقوني أن هذه الطريقة هي أفضل طريقة، خير من الطريقة تاع التلقين. طريقة مثلا، ما هي وظيفة جهاز الغلبانومتر؟ يقول لك جهاز لا لا، أفضل أن يكتب الإجابة، ثم أنت راح تصبحي الأستاذة تاعو، تصححي له إجاباته. صدقوني أنه كي يكتب راح يتعود على الإجابة الصحيحة. نتمنى أنكم راح تجربوا هذه النصيحة، تردوا لي في التعليقات إذا كانت نجحت أم لا. هي أنا استعملتها عن تجربة ومدت لي يعني نتائج جد جد رائعة. إذا طبعا راح ندير لكم روابط كل هذه الفيديوهات، نتمنى أنكم راح تراجعوها. كاين أسئلة غير متوقعة بتاتا، وربما لم تسمعوا عنها نهائيا، لا في الدرس ولا في غير الدرس. إذا أرجوكم أن تشوفوا هذه الفيديوهات لكي تستفيدوا منها أكثر وأكثر. شوفوا معي. ثم بعد ذلك قلنا أن هناك درس الأمن الكهربائي، كل الدروس تاع الأمن الكهربائي مقسمة إلى 3 أجزاء موجودة في قناتي، ولكن اخترت لكم اليوم في هذا الفيديو وضعية إدماجية على الأمن الكهربائي. نتمنى أنكم تراجعوها وتشوفوا الحل وتستفادوا منها أكثر وأكثر، نعرضها عليكم. هذه الوضعية جد جد رائعة على الأمن الكهربائي، إذن فيها أسئلة جد جد قائمة. شوفوا معي، هذه هي الشبكة الكهربائية، فيها التصحيحات، فيها أسئلة على هذه الشبكة، طبعا فيها أيضا الحل النموذجي اللي راح إن شاء الله تستفادوا منها. ولكن أعيد وأكرر النصيحة أنكم راح تستفادوا أكثر وأكثر بالكتابة وليس بالسمع فقط. راح ندير لكم كل روابط هذه الفيديوهات. ثم بعد ذلك وش عندنا؟ طبعا دائما في الأمن الكهربائي جد جد ضروري أن تعرفوا لكل مشكل حلها، لأن راح يطلب منكم النصائح وراح يطلب منكم الحلول. إذا لخصت هذه المشاكل في جدول، شوفوا معي، عدة مشاكل، مش هذه هي الأولى، إذا هذا هو عدة مشاكل، قلت درت المشكل، درت السبب، ودرت الحل. إذا ما عليكم إلا مراجعة هذه المشاكل الكهربائية، أسبابها، حلولها. صدقوني أنها فيديوهات رائعة جدا، نتمنى أنكم راح تستفادوا منها. درتها بعناية ودرست وجاهدت ودرت يعني بذلت مجهودات جبارة، لأنني تخصصي في الرياضيات وليس الفيزياء، ولكن جاتني عدة تعليقات تطلب مني الفيزياء. قررت، قلت لما لا، لأنني يعني درست كل هذه الدروس في سنوات المتوسط، قلت راح نجتهد ونعاود ونقرأ ونعيد المعلومات تاعي، لعل أنفع منكم البعض منكم. هذه هي النصائح الغالية اللي حبيت نمدها لكم. ولا كنتوا شفتوا هذا الفيديو، اكتبوا لي تعليقات كي تحصلوا على العلامات الجيدة، هذا يقين في الله سبحانه وتعالى راح يعينكم. دائما لا تنسوا أبدا أن تستعينوا بالله، ما تنسوش صلاتكم، ما تنسوش أذكاركم، هكذا لكي يكون الله دائما معكم. بالتوفيق للجميع، أتمنى أنني وفيت وكفيت. إذا بالتوفيق، سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.